معقولة نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحلة خطر قوي. والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضية دي قد ايه. انا وصلت لحاجة هتوصلنا للعصابة. قشطة 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 قشطة. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصورة دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص وراه ازاي يا ابني؟ ده في الصورة نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنة الجاية مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابة مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحة، بس هو وصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه؟ يا فندم احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل اعطي مني الدور. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه احمد فهمي اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنة طيبة. ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام؟ الحمد لله. اوكي طبعا. سيب سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكرة وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفلة ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الأوضة بتاعته، هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم أوضته منين؟ دي بقى سيبوه عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طلع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الكرون دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم. أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني ال اني اسمها اني انا الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه ايوه ايوه. طب ما تقول له ايه ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنا هدية من امنا الشيخة نعسانة،
ما بنعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة؟ نعسانة. كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير. تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. أخويا تشيك مع المدير. تشيك تشيك هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخليج واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقة رقم. نعم نعم. المدير قال لك مو يصير. الحقيقة قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف تشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي يا أخي. خد علاج. أعدي. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسباب يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجواب؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد. فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا لا مؤاخذه. طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. ايه الفراشة البيئة دي؟ ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. Thank you.
بس الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك هو انت. معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا التلاته. عملنا كوي بيست. شيرين عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب اداي بقى لحسن يعرفنا ايه اللي جابه ده. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيه. ثانيه واحده معلش المدام. ده وقته ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض، ما هو كل مره بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقول لك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت.